السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا ويشاهدنا وين انبهار يعني الصحافة العربية بالجماهير الجزائرية، جماهير ياسمة يعني لدعم النادي ياسمة، يعني وشاهدنا انبهار كبير يعني من القنوات يعني القناة العالمية البي ان سبور يعني بالجماهير اصحاب الاسود والاحمر. يعني على بالنا احنا شحال الساعة دروك، يعني رانا نتكلموا هاي لوين راهي، مازال الوقت يعني وين المباراة مازال نهائي، يعني نشوفوا شحال الوقت، شحال مازال الوقت. جاتو مازال الوقت على هاي، ومازال شحال الساعة هاي هي 7:23 هاي لوين راهي 7:23. نتمنى وإن شاء الله بربي الفوز للنادي الجزائري، نادي الجزائر نتمنى له الفوز إن شاء الله بربي. شاهدنا وين انبهار يعني وين الشعب يريد كأس إفريقيا، الشعب يريد كأس إفريقيا، هي عبارة التي ظلت ترددها جماهير الاتحاد الجزائري منذ بلوغ نادي العاصمة دور المجموعات كأس الكونفدرالية، ليبدأ حلم يكبر شيئا فشيئا بإزاحة أكبر مرشحين على غرار ما ننساوش يعني وين احنا بكل احتراماتنا لنادي الجيش الملكي، يعني وين يعني النادي اللي كان مرشح يعني بقوة، ما كان مرشح هو اللي كان مرشح يعني، والميموزا الإيفواري إلى غاية وصول إلى المحطة النهائية التي يستقبل فيها أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة نادي أفريكاز التنزاني اليوم يعني على الساعة 8، ما بقاش بزاف هي 7:24 يعني بداية من الساعة 8 بتوقيت الجزائر على ملعب قبس جويلية في إياب نهائي المسابقة القارية لمباراة يعني قمة بجماهير قيمة كبيرة. شوف كيفاش هذا اللي حرمنا من متعة كرة القدم، هذا المسؤولين اللي حرمونا من متعة كرة القدم، هذا الجماهير اللي تستاهل يعني أندية تكون في المستوى، يكونوا لاعبين في التكوين في المستوى، يعني تشوف انت يا مناصرين يعني أنصار جماهير جزائرية، يعني حاجة كبيرة خويا. شوف كيفاش راك تشوف الملعب زوج سوايع قبل الستاد تبلع، تبلعوا البيبان، يعني حية كبيرة، حية كبيرة، حية كبيرة. وين يقترب الاتحاد الجزائري من دخول التاريخ وتحقيق الحلم الذي لطالما انتظره عشاقه بإسراء سجل النادي بأول لقب قاري، ويسعى رفقاء المهاجم أيمن محيوز يعني استغلال الأفضلية التي عادوا بها من مدينة دار السلام التنزانية يوم الأحد الماضي من في ذهاب نهائي، عندما فازوا يعني بهدفين لهدف على يعني أفريكاز أمام أكثر من 60,000 متفرج، والتأكيد أحقيتهم في نيل هذا اللقب عن جدارة واستحقاق في مباراة العودة والتي يحتضنها اليوم ملعب 5 جويلية، خاصة وأن كل يعني الظروف هي في صالح نادي الجزائري الذي ونقولوا إنه مدعم من الآلاف المناصرين في المدرجات، يعني أرشي كوب الستاد مبلع، يعني الستاد تاعنا وين مبلع أرشي كوب خويا، والله حاجة كبيرة، حاجة تفرح. شوف الستاد كيما هكا حاجة كبيرة كاع. هاك شو ستات شو ستات شو راه مبلع، يعني وين هنا وين تبين باللي الجماهير الجزائرية عاشقة لكرة القدم، يعني وعاشقة يعني للألقاب، راهي متعطشين للألقاب. الشيطان ما تجيش تقصر عليا تقول لي لا رانا من 2019 يا ودي، الناس تحوس على الحاضر، راه الناس تحوس على الحاضر، ما تقوليش 2019 ولا ما تقوليش، الناس تحوس على الحاضر والمستقبل، هذه هي، هذه يا خويا. والمعلوم ان الاتحاد الجزائري لم يسبق له ان بلغ نهائي كاس الكونفدرالية او كاس الكاف في نسختها القديمه قبل 2004، الامر الذي اعطى حافز معنوي اضافي للاعبين من اجل نيل هذا اللقب الافريقي بعدما ادار الحظ ظهره لنادي العاصمه سنه 2015 في نهائي رابطه ابطال افريقيا امام تيبي مازامبي الكونغولي.
وتتواجد كتيبة المدرب عبد الحق بن شيخة منذ الأربعاء الماضي في مركز التقني التحضيري بسيدي موسى، حيث فضل الطاقم الفني الاتحاد بعد إبعاد لاعبيه عن الضغط الذي ارتفع في أواسط محبي النادي مع اقتراب موعد اللقاء الحسم، وإذ كان الاتحاد قد وضع قدما في منصة التتويج خلال مواجهة الذهاب في ملعب يعني ستاديوم بدار السلام، فإنه يسعى لوضع قدم الثاني في لقاء اليوم، حيث شدد بن شيخة في حديثه مع لاعبيه على ضرورة طي صفحة المباراة دار السلام وتشغيل عدد مرة أخرى عند نقطة الصفر، وهو ما جعله يؤكد خلال نهاية المباراة الذهاب أن لا شيء حسم بعد رغم تقدم بهدفين لهدف. وصح صح 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 صح، مباراة ما سهلة على أن حظوظ متكافئة بين الفريقين، وهي رسالة نفسها التي وجهها قائد زين الدين بالعيد لزملائه اللاعبين في غرفة يعني تغيير ملابس، يعني ونقولوا باللي مباراة هذه في يعني وين وعدم الوقوع في فخ الغرور، وما بدا واضح خلال أجواء التي سادت تحضيرات الاتحاد للقاء العودة، وكذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها رفقاء يعني وين نقولوا رفقاء خالد، يعني خالد في لقائهم مع وسائل الإعلام يعني صبيحة أول أمس الخميس بمركز سيدي موسى، وسيكون لاعب وسط إبراهيم بن زازا الغائب الأكبر في التشكيلة المدرب بسبب العقوبة الآلية بمقابلة تمكن من استعادة وسط ميدان الهجوم عبد الكريم زواري بعدما تعافى من الإصابة. أرقام في صالح اتحاد بملعب 5 جويلية، ولم يفكر اتحاد الجزائر من لاعبين والطاقم الفني وحتى الإداري من تغيير الملعب الذي يستقبل فيه ضيوفه خلال المسابقات الإفريقية بالنظر للنتائج المميزة والتي سجلها النادي العاصمي في منافسة كأس الكونفدرالية. ورغم اقتراح الاتحاد الإفريقي على الاتحاد خوض نهائي في ملعب نيلسون مانديلا ببرغي، إلا أن أشبال المدرب بن شيخة أصروا على اختتام المنافسة القارية بملعب 5 جويلية الأولمبي، سيما وأن احتضن 5 مباريات فازوا في جميعها وسجلوا 13 هدف. هذه هي زعما كنقولوا باللي ما تبدلش يعني الملعب اللي والفوه، هذه هي. ويريد زملاء الحارس أسامة بن بوط أن يكون خاتمها مسك على الملعب الذي كان شاهد على انتصاراتهم، ويرفعون في سماء أول كأس إفريقية في تاريخ النادي يعني أفريكاس القوي خارج قواعده، سيرمي نادي يعني أفريكاس التنزاني كامل أوراقه في لقاء العودة، وليس لديه ما يخسره بعدما رهن حظوظه بعد الخسارة التي مني بها في ملعبه وأمام جماري الأحد الماضي، ويسعى من دون شك استغلال قوة التي يتميز بها خارج قواعده، معتمد على خط الهجوم الناري بقيادة الكونغولي كالالا صاحب الهدف الوحيد الذي سجله يعني في مرمى بن بوط في لقاء الذهاب. ومتتبع مشوار ممثل الكرة التنزانية في مسابقة الإفريقية يلاحظ قوة التي يمتلكها هذا النادي خارج قواعده بفوزه على يونايتد النيجيري في ربع النهائي، وعلى ماورو يعني جنوب إفريقيا في النصف النهائي. هذه قوة جعلت مدربه التونسي نصر الدين يؤكد عزمه على العودة بانتصار والتتويج باللقب من الجزائر. والجدير بالذكر أن مباراة اتحاد أمام أفريكاز التنزاني سيديرها الحكم الموريتاني دهاد بمساعدة غارسيون يعني من أنغولا ومارونغو من موزمبيق، بينما يشرف المصري محمود عاشور على تقنية الفار. إن شاء الله بربي إحنا يشور شو جماهير، والله تمنى الخير، شو جماهير تمنى الخير خويا والله العظيم، يعني حياة كبيرة قاع، حياة كبيرة خويا، شو جماهير كيما هكا تمنى الخير، عادية، على الله ما نعرف، تمناو الفوز، يعني النادي الجزائري، الجزائر يعني الجزائر، تمناو الفوز الجزائر فقط، هذا مكان.
هذه اللي نتمناوها ان شاء الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم. ما تنساوش بارطاج وجيم.